الأمن الغذائي ليس كما يدعي البعض نتيجة لقلة الموارد أو المصادر والثروات الطبيعية. الحقيقة إشكالية الأمن الغذائي إشكالية تعود في جذورها الأساسية إلى قلة أو ندرة الأمانة في الكسب، في التوزيع، في أشياء متعددة متنوعة، في الفساد، ما يطلق عليه اليوم معدلات الفساد المرتفعة المخيفة في المجتمعات اليوم. هذه لا تتحقق أبداً بدون وجود هذه الأمانة، بدون الانتهاء من إشكالية الفساد والقضاء عليها ومحاصرة المفسدين، ولا يكون ذلك إلا من خلال الأمانة. فيصبح الإيمان عاملاً مولداً للأمانة وبالتالي مولد للأمن.